أسرة صديقي وأخويا أسامة، يعني أبلغ التعازي والمواساة. معلش يا أمي أسامة، يعني باقي وسطينا بسيرته. أسامة كان من الشخصيات المحترمة اللي اتعرفت عليها من أكثر من 3 أو 4 سنين. كان مثال للاجتهاد وللتسامح، وكان عنده رغبة شديدة لإثبات نفسه في هذا المجال، وكان عنده حلم طول الوقت إنه يبقى موجود ويحقق نفسه لحد ما وصل هنا البوابة من فترة، وكنت متواصل معاه وكان على أعتاب دخول مرحبا، لكن ربنا سبحانه وتعالى اختار إنه يكون في مكان أفضل، مكان أنا واثق إنه أحسن، لأن اللي زيه أسامة بأعماله أكيد هيبقى في مكان أفضل. وبوعد الأسرة وبوعد أصدقائه في أسرة البوابة إن أنا إن شاء الله في اجتماع مجلس النقابة الجاي أقترح على الزملاء أعضاء المجلس منح صديقنا أسامة عضوية شرفية للنقابة عشان نحقق الحلم اللي سعى لتحقيقه فترة طويلة. وأول ما ده يحصل هنخطر الأسرة ونخطر إدارة البوابة نيوز ونعمل تأمين جديد في النقابة لصالح الأسرة التجنيد الشرفي. مرة تانية بعزي أسرة أسامة وأسرة البوابة نيوز وكل أصدقاء وأحباب أسامة. الحقيقة هو كان عامل دائرة متنوعة من الأصدقاء ويعني من كل التيارات السياسية وكل المؤسسات، وكان دائم التواصل والسؤال علينا في كل المناسبات. سيرة أسامة هتفضل ضمننا وهتفضل موجودة، وبالتالي اسمه هيفضل ضمن طول الوقت، وبندعيله دايما بالرحمة وإنه يكون في مكان أفضل. بشكر الأستاذ سليمان وأسرة البوابة نيوز والدكتور عبد الحكيم علي والأستاذة داليا على هذا التقديم اللي تذكرنا بصديقنا الراحل. شكرا جزيلا.